الله أكبر الله أكبر. 23/4/2014، هذه القذائف العنقودية الجديدة الذي يضربها النظام على قرية سويسة وعلى المقاتلين المرابطين على أحمر تل شرقي. الله أكبر، عزة الله. وهذه هي المظلة التي تحمل هذه القنابل العنقودية. بدأ النظام يضرب المقاتلين بالقذائف العنقودية التي تحمل المظلات. بسم الله الرحمن الرحيم. 23/4/2014، هذه القذائف العنقودية الجديدة التي يضربها النظام على المقاتلين في سويسة الموجودة في القنيطرة والمرابطين على تل أحمر شرقي. هذه القذائف الجديدة.